سواء الذهن. بس ازيك اخد التليفون ده لانه مهم جدا. يعني دايما التجربه تتحكم عليها بعد شويه، والفكره لو نجحت حتى لو كنت انت معارض عليها بس نجحت لازم تقول اشاده وتقدير. يعني استاذ محمد طويله رئيس نادي النجوم المستقبل، مساء الفل وبهنيك جدا جدا على الاداء بغض النظر عن المرحله، بس لسه ما تكتملش الفكره، لكن بتقابل واحده من ارقى الفرق في مصر وافريقيا والعرب، الزمالك بتتفوق عليه 1-0، وكان ممكن كمان يعني عن طريق صلاح امين انت تزود اهدافك. النهارده ليك ضربتين جزاء، مفيش اوضح من كده، فبهنيك استاذ محمد والف الف مبروك على النتائج في الفتره الاخيره. شكر جدا، وتحياتي لكل الاخوه الموجودين، كابتن عادل طعيمه، كابتن حماده صدق، كابتن شريف عبد المنعم. طبعا اكيد، وانا بس عايز بس اؤيد الكابتن عادل طعيمه في وجهه نظره في اللاعب اللي حاول ان هو في وقت حرج جدا ان هو يظهر مهاره غير مطلوبه وفي منطقه غير مطلوبه. تمام. وبالمناسبه انا ما نزلت بعد المباراه، يعني كانت اول توجيه له ان هو هيتحمل خصم رغم الكره ما اسفرتش عن اي خطوره، لكن تم خصم عليه وهو اقتنع وقال انا فعلا بخطئ وبتحمل. انت بترسي مبدا بالظبط كده. طيب يعني اللي افهمه ان الناس تبدا تفوق مثلا واحده واحده، ماتشات صغيره تكبر شويه، تاخد خبره الدوري الممتاز، تاخد كيفيه التعامل مع الاجواء، مع الاعلام، مع المنافس، مع الضغوط، لكن الطلعه تبقى مع الزمالك، تبقى مع الاسماعيلي، اعتقد انها خطوه كبيره جدا جدا هتساعدكم وهتاثر المشوار شويه. مستر محمد، بص والله برضو احنا انا بعتقد يا كابتن سيد احنا ما زلنا نتلمس خطانا، كلام منطقي. يعني انا مش عايز ابالغ واقول ان احنا عملنا نتائج جيده جدا وان احنا بقينا الفريق اللي يهاب وجوده في الدوري، لا لا لا، احنا عارفين كويس جدا قدرنا، عارفين ان احنا وان كان عندنا قدر كبير من المهارات ومن المواهب، الا ان احنا في الاخر ينقصنا كثير من الخبرات، منها زي ما نفس النقطه اللي اشرنا بيها ان لعيب في وقت غير مناسب بيرتكب حماقه، فدي عدم خبره. هو لو الموقف ده اتكرر معاه الماتش الجاي ما يقدرش يعمل الحاجه دي، لان اولا شاف فيه عقاب وبعدين ادرك خطوره ما كان بيخدم عليه. فاحنا كل اللي بنقصنا لسه الخبرات، مش مستعجلين عليها، ولكن يمكن ربنا اكرمنا ان احنا لعبنا مباريات غايه في الصعوبه. يعني احنا بدانا طلع الجيش في فترة ما تبصش للنتائج، بقى كابتن من الفرق القويه عنده عناصر كويسه طبعا، والنهارده بيحقق، كان محتاج فوز وتحقق النهارده خلاص، ده حقيقه، ومن اقوى الفرق اللي احنا لعبناها. المباراه الثانيه كان معانا سموحه، وسموحه احنا كنا في اسكندريه او في برج العرب، قدمنا مباراه جيده جدا وكان المفروض ان احنا نفوز، وفي اخر دقيقه المرمى خالي وطلعت كوره زي ما شفنا. فاحنا الحمد لله، بعدين الزمالك، بعدين الاسماعيلي، ماتش الجاي المصري، ولكن مش عايزين نبالغ في الفرحه، احنا بنتحسس خطانا، نتمنى ربنا يعني ياخد بايد الفريق كده خطوه خطوه. معاك كابتن حماد، عايز يوجه لحضرتك حاجه، اتفضل. يا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ اهلا يا كابتن حماد، اهلا بيك. الله يخليك. انا بس يمكن انا كنت بحلل في قناه اخرى اول مباراه للنجوم، وكانت المفردات قبل المباراه بتكلم على ان النجوم كنت متوقع له مش هيظهر بالشكل دوت، يمكن قلت عدم الاستقرار الفني، مفيش مدرب، ويمكن الكابتن علاء حسام الله جه قبلها بحاجه بسيطه خالص، ولما بصيت على التدعيمات قلت برده مش هي اللي ممكن تبقى تعمل تيم في الدوري الممتاز والخبرات، ولكن الماتشات كلها اللي تركتها للنجوم عكس الكلام اللي انا قلته تماما، ادت بشكل جيد، نتائج بشكل جيده، لعيبه ما كناش نعرفها خالص، ولكن لقيت فيه فعلا نجوم موجودين في الملعب بيأدوا بشكل طيب. قلت بعد مباراه الزمالك الفرقه الصغيره لما بتكسب فرقه كبيره ممكن الماتش اللي بعديها تبقى بتيجي بالعكس على طول، لكن النهارده شفت فرقه بتأدي وهي الاقرب للفوز، ووصلت اكتر من مره، وزي ما قال الكابتن سيد يمكن في ضربتين جزاء كانوا يعني محقين،
وانفراد ولا بجد بحييك طبعا على الفريق، وتقدر ان شاء الله تكمل الفتره الجايه. وزي ما انت قلت اللعيب اللي هو عمل دي خبرات بياخدها في الملعب، يعني النهارده اكيد خد خبره اللي هو امتى هيتصرف في الوقت دوت. التيم كله بياخد خبرات من الدوري الممتاز، ولو مش بالشكل دوت هيبقى له يعني شأن تاني. بس انا حبيت اوضح ان انا اتكلمت على التيم قبل الدوري بالمعطيات اللي قدامي، قلت مش هيحقق حاجه، ولكن لقيت عكس الكلام دوت في الملعب يعني. فبالتوفيق يا استاذ محمد ان شاء الله. الله يخليك. طبعا بشكرك يعني كابتن حماده، وبس انا عايز اوضح نقطه هنا، ان كلامك بيتفق مع المقدمه اللي الكابتن سيد بدا بيها، وهي الحكم على التجربه. انا لو مكانك ما كنت شفت فريق نجوم كنت هقول نفس كلامك، وانا مش بلوم اي حد انتقدنا في الاول وقال الناس دي التجربه بتاعتها قد تبوء بالفشل، ان هو مش عايز يعمل اي تدعيمات من الخارج، وده نوع ضرب من ضروب الجنان عند الناس بتتصور ان ده بقى نوع من انواع الجنون، انك انت طالع من درجه ثانيه وعايز تلعب بنفس اللعيبه اللي هي 90% منهم صغار السن، وبعدين تجيب اربع عناصر بس خبرات بس ملتقاه بحكمه وبعنايه وبتركيز معين جدا جدا. لا اي حد مكانك او مكان اي ناقد هيقول نفس اللي انت قلته، ولكن التجربه، كلمه الكابتن سيد التجربه صحيح. انا مؤمن جدا 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 بما بالتجربه اللي انا باخدها. التجربه اللي انا باخدها ان انا مدي نجوم من نفس الكواليتي، من نفس نوعيه اللعيبه اللي عندي لكل انديه مصر ومنتخبات مصر. اذا هل من المعقول يا كابتن حماده، وانت راجل يعني لك باع طويل جدا في الحكم على المواهب، هل من المعقول بعد ما خدت الولاد دول عندهم 10 سنين و11 سنه و12 سنه وبداوا يشتغلوا معايا وبيحلموا بان يطلعوا دور ممتاز عشان ياخدوا فرصتهم ويظهروا مواهبهم، هل من المعقول بعد ما نصعد للممتاز نقول لهم اقعدوا على جنب ونبعت نجيب لعيبه من بره؟ انا طبعا كنت ضد المبدا ده تماما، ومش عايز اقول لك بقى راهنت، انا كنت على يقين ان الولاد دول لو اخذوا الفرصه مع ثلاثه اربعه من الخبرات هيقدروا. وده اللي انت عملته يا مستر محمد. خليني اقول لك يعني في النهارده اخطاء تحكيميه، هل في دماغك في ذهنك ان انت ممكن تتقدم بشكوى، وخصوصا هي في غلطه ليك يعني اتحسبت لصالحك، هي مش ضربه جزاء، الاولى مش ضربه جزاء خالص، لكن ليك اتنين ضربتين جزاء في دماغك او في ذهنك، او هتخطو الخطوه ديت ولا مباراه وعدت مستر محمد؟ لا هو الحقيقه انا يعني لو تسال كابتن الغندور وطاقم التحكيم بالكامل، انا دخلت بعد المباراه وسلمت عليهم وشكرتهم. والله انا هتكلم بمنتهى الصراحه يا كابتن سيد، انا في 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 احدى المباريات يعني حصل خطا تحكيمي جه لصالحي. النهارده حصل خطأين ضدي. لو احنا وبعدين انت تقصد مباراه طلائع الجيش كان في ضربه جزاء صريحه يعني كان ممكن تكون بالظبط واحد زي واحده من الاثنين بتوع النهارده. مظبوط صحيح. لكن انا راجل منطقي جدا، وبعدين انا عندي وجهه نظر مختلفه تماما. انا مش عايز اولادي اللي هم صغيرين في السن يبقى عندهم مبررات للهزيمه او للتعادل او لفقد النقاط. ما ينفعش ان انا اعوده ان هو الحكم هو اللي عمل، او لا انا عايز يتعود انه بعد كده ما تجيلك فرصه ما تضيعهاش، لان ما تعرفش ايه سير المباراه هيتم ازاي. فلا انا طبعا بشكر الحكام. اللي يهمني في الموضوع يا كابتن سيد ان ليس هناك تعمد. لا 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 لا، ثق من ده تماما، ثق من ده تماما تماما، ما فيش اي تعمد خالص. طيب ده اللي بيهمني. طيب كلام جميل. مستر محمد طويله رئيس نادي نجوم اف سي، شكرا جزيلا لحضرتك وبالتوفيق. اتفضل كابتن عادل كامل. الشوط الثاني طبعا في ضرب